احنا اختلفنا واتفقنا مع الحريه والعداله او مع غيرهم من الاحزاب، في النهايه اللي اعطى هذه الاغلبيه النسبيه هو الشعب، واللي اعطى من يليهم من الاصوات لحزب النور هو الشعب ايضا، ومن اعطى حزب الوفد في المقام الثالث هو الشعب كذلك. وبالتالي ده في رايي في حد ذاته معيار، بمعنى انه لابد من وجود معايير. هنختار على اي اساس؟ طيب كلمه التوافق كلمه عامه وكلنا يبحث عنها وكلنا يدعو اليها، لكن التوافق في حد ذاته لابد ان يتضمن معايير. هذه معايير مهمه تستكمل بما قيل في المؤتمر الصحفي او ربما قيل وراء الكواليس من شكل المحتشدين واسمائهم، لان هناك توافق على معايير اخرى لتوزيع او ل